جماهير الاهلي اللي بيتابعونا في كل مكان، اهلا بيكم. انا كنزي الفزلوكة او الاهلوية. عايزة افكركم بميعاد الماتش القادم باذن الله يوم السبت القادم. الاهلي هيلعب مع الفريق الجزائري. عايزة بقى كلنا نشجع النادي الاهلي، لان الاهلي مش هيلعب باسمه، الاهلي هيلعب باسم مصر، باسم وطننا، باسم بلدنا احنا المصريين. فعايزة بقى كل المصريين يقعدوا ويتفرجوا على الماتش ده ويقولوا اهلي اهلي اهلي، لان احنا لازم يبقى فينا الروح الرياضيه. لما في فريق يلعب باسم بلدنا لازم كلنا نشجعه، ايا كان اهلاوي او فريق تاني. وعارفه ان فعلا في ناس زعلانه من اداء الاهلي في الدوري، بس عايزه اقول لكم ان الاهلي مركز جدا في بطوله افريقيا علشان ياخد النجمه ال11. تعالوا كده نرجع خطوه لورا وافكركم ان الاهلي كلنا قعدنا نقول هيخسر هيخسر هيخسر، بس الاهلي كسب الرجاء. الماتش اللي فات كلنا كنا متوقعين الاهلي هيخسر، بس احنا كسبنا وفوزنا وصعدنا كمان. فعايزه بقى كلنا نبقى واثقين جدا في الاهلي، لان دول الشياطين الحمر، هم بلس 90، هم الاسود، هم ابطال افريقيا بجد. اهلا يا كنزي. اهلا. انتي كنزي. كنزي. طب قولي عندك كام سنه؟ انا عندي 12 سنه، في سنه 6 ابتدائي. سنه 6 ابتدائي. طب بدا معاكي الموضوع ده من امتى يا كنزي؟ من ساعه ما كنت في بطن ماما. تقريبا. تقريبا. طب قولي لي اول، يعني انا استغربت منك قوي وانت بتقولي لي انا بدا معايا الموضوع من وانا عندي سنتين، لما ابتديت اقول ماما وبابا ابتديت اقول الاهلي. انا عيلتي كلها اهلاويه، فطبعا كانوا بيتفرجوا على ماتشات كتيره وكده للاهلي، فمن الطبيعي طفله صغيره كانت هتقعد تتفرج معاهم مش لاقي حاجه تعملها، فالهو لا انا بنجذب الاهلي، ايه ده الله مش عارفه. فتقريبا بعد اول كلمتين قلتهم بعد ماما وبابا الاهلي تقريبا. طب قولي لي بقى، يعني انت مثلتي مثلت في مسلسل احلام سعيده. انت عملتي دور كنت في طالبه في مدرسه. طيب لما ابتديتي تقفي قدام كاميرا وتتعاملي مع الناس عملتي ايه؟ انا الصراحه هي ماما هي اللي يعني اكتشفتني الصراحه، لانها انا في الاول كنت دايما مثلا نروح مصيف نصيف ولا حاجه افتح مثلا كاميرا، هاي صحابي ايه رايكم النهارده، اوريكم انا عملت ايه في يومي والكلام ده. ماما بعدين كانت بتتفرج على الفيديوهات، طريقتها هي كانت بتحكي لي ان انت طريقتك جذبتني في الكلام، اللي هو لا انا عايزه اتفرج على فيديوهات اكتر ليكي. قدمت لي بقى في مسابقه وكده، مسابقه راديو المذيع في ام، خرجت بقى خرجوني من نصها وقالوا لي انت مش هينفعي تكملي معانا لانك مستواكي اعلى من مستواهم. ومن ساعتها بقى وانا ابتديت هم تبنوني سنه في الراديو، وابتديت بقى ان انا اتثقف، اقرا كتب كتيره جدا، عملت برنامج بين الغلاف كان رعب. طيب قولي لي ليه بقى اخترتي لنفسك اسم فزلوكة؟ فزلوكة. فزلوكة. فزلوكة اسم برنامجي. البرنامج عارفه كانك قاعده دلوقتي بتدي، انت هتحبي ان في مذيعه تبقى قاعده عماله تديكي معلومات معلومات معلومات؟ لا طبعا. فانا حسيت انا عايزه اجيبها بطريقه تانية. البرنامج الاسم انا والاعداد اعدادي. فبعدين فكرت. وانت بتعملي برنامج فيه؟ البرنامج في شركة النجمة المسيا، يعني فزلوكة من إنتاج الشركة. طيب البرنامج سوشيال. سوشيال يعني. سوشيال. على النت يعني. على النت وبيتزا تي في. طيب تمام. طب قولي لي يا فزلوكة أنت ليه اخترتي برضه لنفسك الاسم ده؟ ما قلتليش إيه السبب؟ ما أنا بقول لك أهو، أنا برنامجي اسمه فزلوكة، حبيت إن أنا أدي المشاهد المعلومات بطريقة إن هو يحبها. كبير او صغير هي تفضل معلقة في دماغه ما تروحش ابدا. فقررت ايه اللي هعمله ايه اللي هعمله علشان معلومة تفضل في دماغه. فقررت بقى ان انا اجيبها بشقلبظات. مرة طلعت من فوق الكرسي من على الحيطة، والله العظيم كانت حركات غريبة جدا كنت بعملها. يعني مثلا في حلقة كنت مسجلاها في زلوكة مثلا عن كون الفضاء، يعني مثلا انتوا عارفين ان في مجرات بتاكل بعضها؟ ايوه بتاكل بعضها. عندهم مجره اسمها الاندروميدا اللي بيسموها العلماء المراه المسلسله، اللي بلعت في الوقت الحالي احد الاقمار الصناعيه. يا نهار ابيض كده بقى، يعني هو معتمد اكتر بقى عليا انا على رياكشناتي وكده والتصوير. يعني انت الموضوع عندك رياكشن اكتر ما هو معلومات. بالظبط كده، والمعلومات اصلا بجيب معلومات نادره
قليل جدا اللي يعرفوها، علشان لو قلت معلومات اغلبكم كلها عارفينها هيبقى ايه لازمه البرنامج ان انت تتفرج عليه؟ قولي لي بتغني على الاهلي؟ اه بغني. قولي لي بتغني ايه بقى كده للاهلي؟ في اغنيه ندمجها في بعض من التالتة شمال واللي هي جمهورنا ده حمانه. جمهورنا ده حمانه، على الحلوه والمره معانا، الجمهور هو الاهلي ولا في غيره يحركني، دايما معاه والاخر كون صوته في قلبي مهما يكون، من التالتة شمال بنهز جبال وبأعلى صوت دايما بنشجع الأبطال، فريق كبير فريق عظيم هديله عمري وبرده قليل. كنزي الأهلاوية. كنزي الأهلاوية. عايزة تبقي مذيعة؟ جدا. أنا مذيعة بس عايزة أبقى مذيعة عن النادي الأهلي، نفسي حلمي. انا كنت بحضر تدريباتهم ساعات لما كان يعني بامكاننا ان احنا نحضر التدريبات، انا كنت بحضر التدريبات، كنت بحضر المباريات وكده، كنت بقعد اتفرج، بحب الاهلي جدا بعشقهم. طب حصل مواقف معاك؟ حصل يعني انا مثلا في مره انا كنت واقفه في سور، اكيد كنت عايزه اعدي السور لان انا نفسي اروح اسلم عليهم، فكنت واقفه من ورا السور وكده، فقعدت افكر انا ليه هفضل واقفه ورا السور دوت، ليه ما عديش السور دوت بس بطريقه ذكيه، فقررت ان انا اعمل حاجه الاهلي الفريق فريق الاهلي يتفرج عليا فيها ويحبني، فيعني حبيت بقى كده. وفي نفس الوقت قلت لا، الاهلي هو الكيان، الاهلي هو عشقي، انا لازم اعمل له حاجه تبقى حاجة ما حصلتش قبل كده، لازم ابقى مختلفة عن كل الناس. مثلي لنا بقى، لما تحبي تمثلي ازاي؟ هو اهم حاجة ان الممثل طبعا يتخيل المشهد كويس، ويعني مثلا انا كمذيعة حتى بمثل كلامي، يعني كل كلمة بتطلع انا المفروض اصلا امثلها واكون بفكر فيها. اتدربتي على الكلام ده فيه؟ يعني اتدربت في اماكن كتيرة جدا، اذا كان بقى في الراديو او في الشركة. يعني انت 12 سنه؟ انا بقالي 3 سنين، بقالي 3 سنين في مجال الاعلام بتدرب. يعني اول حاجه اصلا سنين؟ انا اول حاجه ابتديت كاستنج تمثيل، بعدين مره على الثانيه مسابقه على الفيس قدمت فيها، وبعدين كسبت زي ما قلت لحضرتك وكده. فبعدين بقى لما اول مره قعدت قصاد كاميرا كانت اول مره اقعد قصاد راديو مايك في حياتي، كلهم الاطفال طبعا يعني مع احترامي ليهم هم كانوا مقلقين خايفين، انا كنت قاعده كده بس اللي هو فين بقى الكلام هقول ايه، كنت قاعده بس كده والله. وكنت مبسوطه جدا، كنت بوصل للكاميرا ومبسوطه جدا انا قاعده قصاد مايك. يعني انت مش خايفه من الموضوع؟ لا خالص، حتى لما عملت كاستنج تمثيل وكده لا الموضوع كان سهل جدا بالنسبه لي، كنت بحب قوي، كنت منفتحه جدا اصلا. قولي لي فزوكه، مين شجعك على انك انت تكملي واجتهد معاكي؟ ماما حبيبه قلبي، ربنا يخليها ليا ويخلي كل امهات مصر لاطفالهم. الصراحه يعني دايما هتلاقي برضو في كل طفل في العالم مامته هي اللي بتشجعه او باباه، واللي بيفضلوا واقفين وراه. اهم حاجه الاهل، بيبدا اصلا الموهبه بتبدا من البيت. انا ماما اصلا هي اللي اكتشفتني، يعني هي اللي قالت لي انا شايفاكي مذيعة، شايفاكي هتبقي حاجة كبيرة جدا في المستقبل ان شاء الله. طبعا نفسك في ايه بقى يا فزلوكة؟ ياه انا لو قلتلك يعني انا لو رصيتهم لك مش هيخلصوا. على فكرة انت لسه ستة ابتدائي وعندك طموح كبير. اهم حاجة الطموح والله، يعني احنا كاطفال جيلنا اتغير، يعني ما كانش زي جيلكم زمان وكده، احنا دلوقتي بقى عندنا طموحات كتيرة كتيرة جدا بجد فعلا. فأنا مثلا حاجة من احلامي الكتيرة ان انا اقابل كابتن بيبو، كابتن محمود الخطيب، وان انا اقعد معاه كده زي ما انا يعني شايفة حضرتك وكده وش الوش، نفسي اقابله، نفسي اقابل فريق النادي الاهلي كله واقعد معاهم، نفسي اقابل كابتن النادي الاهلي، نفسي اقابل مدرب النادي الاهلي موسيماني، يعني انا نفسي. طيب ده بالنسبة لمجالك في الاعلام. في الاعلام. طب يعني انت في نقابه المهن التمثيليه؟ معايا كارنيه نقابه المهن التمثيليه. طيب يعني في مجال التمثيل بقى نفسك تقابلي مين؟ نفسك تمثلي مع مين؟
الصراحة أنا بحب كل الممثلين، بس الآخر فترة معلقين معايا قوي حمادة هلال طبعا، أستاذة سهر الصايغ. أنا كنت عاملة أصلا فيديو المليكة من مسلسل المداح وكده، الفيديو كان رعب الصراحة، كنت بقى حاطة ميك اب أسود وكنت عاملة شعري زي مليكة وكده، وابتديت بقى عملت كده. أنتي نفسك تشتغلي معاهم؟ جدا الصراحة، وكل الممثلين مع احترامي وتقديري ليهم كلهم أنا بحبهم جدا، بحب تمثيلهم واحد واحد بجد. طيب يعني نفسك برضو انتي يعني انتي ده بالنسبة برضو لمجال التمثيل ومجال التمثيل العالي يعني. انتي بقى نفسك ايه؟ الصراحة أنا نفسي أعمل حاجة ترضي ربنا طبعا، أول حاجة ترضي ماما وترضي بابا وترضيني، إن أنا أعمل حاجة ابقى مبسوطة منها في الاول وفي الاخر، ان انا اعمل حاجة بارادتي، يعني ان انا دخلت مجال الاعلام بارادتي، مثلا مش ماما غضبت عليا اللي هو انت هتبقي مذيعة، لا، اهم حاجة ان انت نفسك جواكي تبقي مرتاحة وانت اصلا يعني شايفة الموضوع دوت. وطبعا نفسي بقى ان انا العب سباحة، نفسي اخد بطولات سباحة، انا كنت بلعب وكده بس وقفت يعني بقالي فترة وكده، الصيف اللي فات وقفت. نفسي العب كاراتيه جدا، نفسي العب كاراتيه، بس طبعا مش بغرض ان انا اتخانق بقى اضرب حد والكلام ده، لا، بغرض بس ان هو هواية، ايوه، دفاع عن النفس. طيب فزلوكة اتفضلي اقفلي لنا الفقرة بقى بحاجة كده تكوني بتحبيها، اغنية، فقرة تمثيلية، برنامج. طيب نقفلها لكم بقى بفزلوكة، طالما انت قلتي فزلوكة. وكانت معاكم الفزلوكة، واهم حاجة قبل ما انسى عايزة اقول لكم ان عضلات العين بتتحرك 100,000 مرة في اليوم، ومقدار ما يمسكه الانسان في حياته كيف انه يملى حمام سباحة، وانف الانسان بتميز 50,000 ريحة مختلفة، وكرات الدم الحمراء بتتحرك في جسم الانسان كله خلال 20 ثانية بس، وانف الانسان بامكانه شم حوالي 50,000 ريحة مختلفة. وكانت معاكم الفزلوكة. شكرا يا قلبي. شكرا اليوم السابع.